معناتها مانيش فاهمه باش نبدا ولا شنو باش نقول. ما يسالش باختصار شنو نجاوب العباد هذوما. باختصار الحكايه وما فيها كيما كنت انت تقول قبيله اللي فما فوتوغراف اسمه ريضا هميمه. ايوا ريضا سارة ريضا مولا العامله. اكزاكتومون سا اذا نقول لك ريضا هميمه نحن كملنا قعدنا الداخل وكل شيء خارجين من بعد نخرجوا الكل قعدنا نحكيو مع دي جورناليست مع حنان شقراني وكل كان سي ريضا هميمه قالنا انا يا بنين قالوا هكا تعمل الفيونساي نتاعك وما تحضرنيش معناتها قالوا كي انا ما حضرتش على برج بقليوه يا سيدي تعرفش كيفاش اعمل لك البوز نتاع القديمه نتاع عام هذيك اللي حطي ديك في ديها فهمت ما فيها كهميم والله يا الاولاد والله صدقوني وما عنديش على شنية باش نحلف وما عنديش على شنية باش نبرر صدقوني كعملنا التصويره هذيك ميم با خممنا في حتى حد وميم با خممنا في حتى شيء وميم با حسبنا كل عفويه وسبونتاني على الاخر كل عفويه وخذينا بخاطر الراجل معناتها كنا نجم نتعدي وفتيل اما فما حاجه بربي بين قوسين باش نحلها اللي كان فما بالحق صارت انه مريم بن شعبي نورانا ولا قدامنا ولا ما نعرفش وين موجوده في البلاصه هذيك باكي تو تافي نورمال انا وليا وهي وليا معناتها مش باش نعمل جيست كيما هكاك برا كان عملناها اي الوغ الراجل مطلق يا ناس عنده تيتاسين بربي حاجه اخرى يا رانيا باش نعقب عليها في الكلام هذا فما عباد يا رانيا ويوصلوا انا اليوم معناتها لو فيت وصلت دخلت معاكم لهنا وجيت نحكي معاكم والكل راني جوست نحب ان معناتها نقول للناس اللي توصل تبعت لي في ميساجات في البريفي سور مون انستغرام راهو كان تسمعهم يا رانيا كيفاش يقولوا لي عندي فكره صغيره خاطر ريت تعشر وريت شتم وسب في بلال اسمع رانيوشا الشعب التونسي نسيت فيمينيست ما يحملوش في الولية وما يحملوش في المرأة هي الفكرة غالطة ماشي في بالهم اللي انتم عملتوها بالعاني بشماتة قدام طليقته ما توضحت الحكاية ايش نقول لك مريم ما عرضتناش وما شفناهاش ومن بعد لوجنا باش نشوفوها هي فنانه كل فنانات الكل جات عطات لي غوش كيف كيف بلال انا لاني فنانه ولاني ممثله ولاني منتجه ولاني لاني حتى شيء فهمتي انا طفله عاديه بنيه كيما البنات الكل حبيت الراجل هذاك كان مطلق اي الوغ اي الوغ مطلق على عيني وراسي ما يسالش نحب نوصل للعباد ايش نقول لك انا نحب نقول للعباد اللي فرحت لي والعباد اللي بعثت لي معناتها ميساجات في البريفي باركولي كل شيء ميرسي بوكو حتى العبيد اللي ثبتني نحب نقول لهم بارك الله فيكم ما بربي 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 راني طفله كيفي كيفكم عندي عائله وثبتوا قبل ما تقولوا كيفي اي فضلك ايش نقول لك انا راني طفله كيفي كيفكم عندي عائله عندي بو عندي ام عندي خوات عندي عمومات عندي خوال عندي انتو كا مرحبا بيك رنوشه في الدومين شوبيز راهو لازمك من توا تستانس بالسبان عايش اختي لا لازمك تستانس هكا نورمال خلي يقولوا واش يهم اخترت حياتي والله انا مادامني اخترت حياتي باش تكون مع ممثل اوتوماتيكمون باش نقبل باش تستانس اما ما نقبلش البريجوجي ما تعرفونيش ميسيش ميسيش ميسيش